السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله ألقاكم في أتم الصحة والعافية بإذن الله. خوتي الله يجازيكم، عملوا لايك لايك أخوتي باش يوصل هذا الفيديو لأكبر عدد من المتبعين، وحتى القناة ديالي إن شاء الله ما تسيني علاش أخوتي، لأن مجموعة نقافات ديال دنيا باطمة والعصابة حمزة مومبيبي كيحاولوا يعملوا سينيال باش يوقفوا القناة وقنوات ديال اليوتيوبر دي تتكلموا على هذا الموضوع. ردا على بعض الأسئلة المتبعين فيما يخص محاكمة قضية حمزة مومبيبي لكون أن البلاد ديالنا المغرب كجتاحها واحد فيروس، نجانا الله إيانا وإياكم منه، هو فيروس كورونا. بالنسبة للمحاكمة، أؤكد لكم أخوتي أن المحاكمة سوف تتم بما كانت يعني مبروغرامي لها يعني المحكمة المغربية، وعلى الأساس أن ما تكونش جلسة يعني مفتوحة، وإنما تكون جلسة في المكتب، ويكون الناس يعني المتهمين كدنيا بطمة وابتسام وعيشة عويشة، يعني هذوك الناس اللي يحضروا المواجهة مع ابتسام، حتى ديك صوفيا المتهمة الجديدة اللي غيواجهوها مع دنيا بطمة غتكون مع رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بهذه القضية. وغنتكلم اخوتي على هذه العصابه حمزه مومبيبي، وكذلك على مريم السعيد الفنانه الاعلاميه الرائعه اللي بعد ما وضعت ستوري ديالها، وضعت واحد ستوري ما شاء الله، يعني ما كلفتش عنائها باش تعمل ديك ستوري وتبين حب الوطن ديالها، على اساس انها عملات النشيد الوطني، وهذا دليل ان الرجوع ديالها قوي قوي جدا ضدا في العديان اللي كانوا حطموا لحياتها، كسيمونا سيمو بالبشير اللي هو مازال في الولايات المتحدة الأمريكية ومازال ما تم تسليم على إثر هاد الفاجعة أو هاد الفيروس اللي اجتاح العالم. ربما سوف يؤجل هاد التسليم لكون جميع الرحلات الجوية يعني بلادنا قامت بها قصد الوقاية وحماية بلادنا من هاد الفيروس. الحمد لله كما قلت أن مريم سعيد هي بينات على القوة ديالها وعلى العزيمة وعلى الرأي، بعد ما كانت غبرات أخوتي غبرات هذه مدة بعد ما خرجوا عليها ديك وضع الصور في يعني ديك الحساب حمزة مومبيبي اللي قاموا بنشر الصور ديالها والفضائح، وإنما ليست فضائح وإنما ديك الصور شخصية كانوا وضعوها على اساس باش يخربوا لها الحياه الزوجيه وخربوا لها حتى ديك المهنه الاعلاميه اللي كانت كتعمل في ام بي سي، وهذا دليل على الحقد ديال ديك دنيا باطمة، على اساس باش ما طلعش السيده لانها كانت هي النمبر وان وخدات يعني ملكه جمال اعلاميات المغرب، وهذا اللي خلى دنيا باطمة تكون عندها واحد الحقد دفين، ويعني مرضاتش باش تكون يعني بنت بلادها هي الاولى. ودنيا باطمة في ديك الايام كانت في اوج العطاء، كانت كتنتظر باش تكون هي الاولى، وهذا كان عن حسن ظن ديالها وهالجزاء ديالها. الحمد لله الله كيخلص كل مظلوم عمل شي حاجه وانما هذا دليل على ان العصابه حمزه مومبيبي عندها تاريخ طويل في هذا المجال بوضع الصور والفيديوهات والاوديوهات باش يخربوا اي شخص قام بهذا، يعني اي شخص يعني وصل للنجاح والعالميه، فكان الهدف ديالهم باش ينزلوه او باش يبتزوه. وهذيك مريم السعيد ما رضخاتش لهاد العصابه وكلت الامر على الله سبحانه وتعالى، والحمد لله ها هما وصلوا للجزاء ديالهم في طريقهم للحكم ان شاء الله. هي غتبع الاخت ديالها ابتسام للسجن ودايا، وخا هذا الفيروس اللي اجتاح البلاد
فلا محالة سوف يكون حكم قاسي إن شاء الله باش يرجع باش ينصف باش المحكمة تنصف المظلومين اللي تظلموا في هذا الحساب وخربوا البيوت ديالهم والنفسية ديالهم وهادشي كامل. سعيد الشرف محمد مديمي والداودية اللي كانوا رفعوا الدعوة وكانت هذه انطلاقة باش تكون محاكمة يعني ديك محاكمة التاريخ والمغرب كامل متبع هذه القضية عن كتب. كذلك وئام الدحماني السيدة اللي كانت توفات مؤخرا وكانوا ما عرفوش الأسباب وكانت هذيك وئام الدحماني كانت خرجت بواحد اللايف وكانت عارفة راسها أنه غتوفى بحال اللي حسات براسها غتكون الوفاة ديالها الأخيرة. وبالفعل الناس اللي كانوا وضعوا لها الصور وكانوا خربوا لها حياتها حتى ديك دنيا باطمة اللي كانوا سولوها مؤخرا في واحد الحوار وأكدت لهم أن ما كتعرفش هاد السيدة نهائيا وعمرها ما سمعت هاد الاسم. شو سبحان الله العظيم ضرباتها بنكرة على أساس باش تبعد لها التهمة يعني ديك التهمة تبعد عليها وشي كامل الكذوب والحقد وما شابه إلى ذلك. فالعصابة فالقاسم والشرك ديالهم هو تخريب والاستمتاع والتلدد أي شخص نزل المستوى ديالو وهذا الشيء اللي كان الهدف ديالو. وحتى دنيا باطمة أخوتي مؤخرا ما قامت حتى وضع أي ستاتوي يعني فيما يخص يعني هاد الوباء اللي كيجتاح العالم واللي في المغرب كذلك ما كلفش العناء باش توضع شي ستاتوي ديال النشيد الوطني ليكون دليل على المحبة للوطن. وهذا كان لقاو مخالف كما كنشوف. وهذاك سيمونا اللي مازال في الولايات المتحدة الأمريكية اللي مخبي ومخزون ربما فرحان بهذا الفيروس قال في خاطره بأنه هو محاش غيرجع للمغرب بفعل هذا الوباء العالمي اللي وصل العالمية. كنقولوا له بأنه لا محالة فالدور ديالك راح هناك يتسناك باش تجي للمغرب وغتكون واحد الجلسة والمواجهة ديالك مع ديك عويشة ومع صوفيا ومع ابتسام اللي موجدين لك واحد مجموعة ديال الأدلة اللي غتخليك متفتف وما تعرف ما تجاوب. وهادشي كامل الناس اللي كنتي كتشفى فيهم وتضحك عليهم بالأخص ديك سعيدة شرف اللي ضحكتي عليها وتشفيتي فيها والله غيبين الحق والله اللي غيبين الحق وغتكون ديك المحاكمة يعني أشد حكم غيطبق عليك لأنك خرجتي بديك اللايف هذه الشهر وأكدتي بأن غتكون عندك شي مفاجأة أو أدلة اللي غتغير مسار هاد هاد القضية ديال حمزة مون بيبي. وحنا على يقين أنك أنت هو رئيس العصابة لهذا الحساب ديال حمزة فحنا متأكدين بأنك 100% إيش حالة نفسية مزرية في هذه القضية ديال حمزة مون بيبي وفي ذاك الوباء ديال كورونا لأنك خايف من هاد الجوج إما تصاب هذه يا إما هذه. فإنك إلى ما تصابتيش بهذاك الوباء فأنت مصاب باتهامك لهذا الحساب. وإحنا على يقين أنك المتهم الرئيسي في هذه القضية لأنك خرجتي مرارا وتكرارا وكتعاير
في المغاربة وأكدت داك الشيء على لسانك يعني في اللايفات اللي كتقوم بها. وكفانا إلا ديك المعيورة اللي قصدتي بها سعيدة الشرف، سعيدة شرف ديك الإنسانة يعني الوطنية الخلوقة اللي ما كنعرفوا عليها إلا الخير والإحسان، يعني ونعنتيها نعنتيها يعني بحيوان البقر، فهذا يكفينا يعني تهمة وأدلة يعني أدلة واضحة في حقك. وحتى القاضي إلى وضع غير هذا الفيديو اللي كنتي درتي فيه الحوار مع دنيا باطمة هذه مدة، غير ديك الحوار فهو دليل على أنك رئيس وكتزعم هذه العصابة ديال حمزة مومبيبي، كتزعم هذا الحساب بمعية هاد الناس. وحتى صوفيا هذه اللي جات مؤخرا، هاد السيدة اللي كانت كتكلف بالأموال ديال التجارة في البشر والابتزاز، فهي كتشد ضدك، ربما غتكون عندها شي مفاجأة يعني غتوضع للقاضي مني غتكون في المحكمة وأمام قاضي التحقيق. خوتي هادشي كامل باش نبينوا الحقيقة، باش نبينوا الحقيقة في هاد القضية، وحتى ديك المحاكمة أن مازال غتواصل، مازال غتواصل رغم تفشي يعني هاد الوباء، ورغم الإجراءات اللي اتخذتها يعني المصالح المختصة في هاد القضية. إن شاء الله ألقاكم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.